أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن استشهاد مواطنين متأثرين بجروحهما، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ بدء الهجوم الإسرائيلي إلى 145 شهيداً. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية تأكيدها أن من بين الشهداء 41 طفلاً و23 سيدة، مشيرة إلى إصابة 1100 شخص من بينهم 38 إصابة بالغة الخطورة.